السلام عليكم مشاهدين من منبر 24 ومتتبعين الصفحة الفيسبوكية لمنبر 24. نحييكم، نتواجد اللحظة أمام بيت الطفل المختفي الحسين وكريم، بالضبط بدوار أيت حمو التابع للجماعة الترابية الصفا شتوكا أيت بها. نعود إلى حيثيات هذا الاختفاء. الاختفاء وقع زوال يوم السبت الماضي، يعني قبل 3 أيام من الآن. الاختفاء كان فجائيا في المنطقة، أن المنطقة غير معهودة على مثل على هذه الأحداث. بعد الاختفاء مباشرة تجند كل الشباب بالمنطقة. بعد ذلك التحقت السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات العمومية. صراحة الناس داروا المجهود طيلة ليلة السبت الأحد وطيلة يوم الأحد. نحن الآن نتواجد هنا يوم الاثنين مباشرة، نؤكد أن الطفل الحسين وكريم لا زال مختفيا، عكس الشائعات التي كانت يوم أمس، خصوصا في بعض الصفحات الفيسبوكية التي ادعت أن الحسين وكريم وجد مقتولا. مشاهدين متابعين منبر 24، هنا لا زلتم تلاحظون فرقة من الدرك الملكي، وكذلك تواجد فرقة من القوات المساعدة. قبل قليل التقينا بأستاذة الطفل الحسين وكريم. أستاذة الطفل حسين وكريم ستجدون في قناة اليوتيوب منبر 24، بعد قليل إن شاء الله ستجدون تصريح فعلا فيه رد على بعض الشائعات التي تقول أن الطفل خرج من الروض لوحده، وهي تؤكد العكس. وهناك أيضا معطيات جديدة. المعطى الجديد أن كل منطقة تم مسحها بطريقة جد يعني سلسة من طرف قوات الدرك الملكي. صراحة الكل مصدوم، الكل يعني الأجواء هنا مشحونة، العائلة متوترة. أخذنا بعض التصريحات يعني من طرف الأستاذة يعني بشق الأنفس، كل متوتر، الأعمام حالة نفسية غير جيدة، الأب والأم على ما يبدو. يعني نتمنى إن شاء الله في أقرب وقت أن نسمع أخبار جيدة عن اختفاء الحسين. هذه الظاهرة التي عادت إلى شتوكا، صراحة يعني المجتمع الشتوكي هذا مثل هذه الأحداث ليست لها مكان، مثل هذه الاختطافات لا مكان لها في المجتمع الشتوكي. ما يفرح في القضية أن كل الجيران وكل العائلة، كل مؤازرون لعائلة الطفل الحسين. هذا الجانب الإيجابي في هذه المسألة، وكنتمنى إن شاء الله في أقرب وقت نسمع أخبار جيدة عن الطفل الحسين. متابعينا منبر 24 نحييكم ونقول لكم انتظروا كل مستجدات قضية الحسين وكريم على قناة منبر 24، وكذلك على الصفحة الفيسبوكية منبر 24 والموقع الإلكتروني. تحياتي لكم، هذا إبراهيم أيتبيه يحييكم من أمام بيت الحسين وكريم بدوار عيد حمو التابع للجماعة الترابية شتوكا، التابع للجماعة الترابية الصفا بإقليم شتوكا أيت بها. مسكين، لا جديد أخويا، لا جديد أخويا، لا جديد أخويا وكريم. للأسف الآن نتواجد أمام بيت الضحية. كما تشاهدون التعزيزات الأمنية بكل الأطياف، هناك الدرك الملكي وهناك أيضا
القوات المساعدة هناك وإسعاف الوقاية المدنية حاضرون متجندون لكل الطوارئ، وحضور أيضا أعداد كبيرة من الأصدقاء الإعلاميين لتغطية هذا الحدث صراحة بعد ما وقع. الكل يعيش على أعصابه هنا. الاختفاء كان فجائيا كما أكدت لنا أستاذة الطفل، أكدت أن الطفل غادر الروض يوم السبت زوالا برفقة والدته واتجه إلى المنزل، بعدها مباشرة خرج ليلعب مع أقرانه ثم اختفى فجأة. كثير من الأقاويل، كثير من الإشاعات، ولكن لا أساس لها من الصحة. نتمنى من الجميع أن يكون يعني خصوصا في نشر الأخبار أن يكون متريث في مثل هذه الأخبار. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.